وامشي بقى. الله يبارك لك. ما جبتش نمرة سلوى؟ يا عم نجيبها من ليلى. ده ما جبتش نمرة سلوى. هنجيبها من ليلى. ايه ده؟ هنجيبها من ليلى يا اخي. هات التليفون. ردت عليك؟ الو؟ اللي لسه ليلى الزلط؟ فين سلوى؟ فين سلوى بقى؟ فين سلوى بقى؟ لا 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 النمرة مش غلط. لا انا اسف. انا الفنان نبيل المنيلاوي اللي ساكن في الشقه اللي قصاد حضرتك على طول. فريده بورده الدور ال 13. انا بعت لحضرتك دعوه مع السكرتير بتاعي، يا ريت تقريها وترد عليا. ميرسي يا فندم جدا. قالت ايه؟ قالت ايه؟ قالت ايه؟ تعرف ايه هي الدعوه؟ وادي انا يا حيوان يا حيوان يا جزمه يا جزمتين. تعالى اتفضل يا بيه. الدعوات ايه؟ ممكن اطلب منك طلب؟ انا هتشل. عايز ايه؟ الشقه دي اسرت عليك ولا بات في الشارع يلا ولا ايه؟ امشي بسرعه يا لسه ليلى. بسرعه 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 بسرعه. نبيل. نعم. نبيل. ايه ده؟ ماله ده؟ عايز ايه؟ انت عزمت ليلى وسلوى يجوا هنا؟ اه. غلط. ايه ده؟ غلط يا نبيل. اللي غلط 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 ايه؟ لان احنا ايوه احنا مالنا؟ عزمنا عمتي تجيلي فوق في الدور ال 13، ازاي بقى هتقول لي سلوى وليلى يجوا هنا ولازم افكر في كل يا حاجه يا فريد لوحدي. اخص عليك يا فريد، وانا وانت ايه؟ احنا مش واحد. وحشتي وحشتي ايه؟ انا معاك بقالي ساعه. احنا مش واحد وانت مش صاحبي، بس انت معفن بصراحه وشقيتك معفنه زيك. ما فيهاش جو الرومانسي اللطيف عشان نقف نقعد مع البنات يا اخي. طب بص بقى، انا عندي بقى حل بقى. قول بقى حلولك دي الغريبه دي. انت بقى اما تيجي بقى عمتي ايوه تاخد ليلى وتاخد عمتي وتطلع في الفرنده دي وتسيبنا انا هنا بقى مع سلوى بقى ولا كل لا. ده انا ليه وليه؟ صحيح مالك؟ كمان عايز اقعد مع ليلى براحتي يا اخي. طب وعمتي لما تيجي هنسيبها تقعد مع مين؟